السلام عليكم ومرحبا بالجميع. في البداية بستعرض البرامج الضرورية المفترض تواجدها مسبقا، وهي برامج عامة للألعاب أو بعض البرامج اللي تعتمد عليها، وذلك قبل ما أبدأ بشرح البرنامج الأساسي لتشغيل اليد. وضعت بالوصف أسفل المقطع رابط تحميل لمجلد يحوي جميع البرامج، أو اللي حاب يحملها من مايكروسوفت بنفسه موجودة روابطها أيضا مفصلة، بالإضافة إلى برنامج SCP لتشغيل اليد من مدونة المبرمج نفسه. والبرامج الأساسية اللي قاعد استعرضها الآن على الشاشة مثل ما انتم شايفين، اللي هي دوت نت النسخة الرابعة أو أعلى، الفيجوال بيسك سي بلس بلس 2013، آخر نسخة من الدايركت إكس، وأخيرا تعريف يد إكس بوكس 360. طبعا على موقع مايكروسوفت آخر نسخة كانت لويندوز 7، لكنها تعمل على ما بعده، وأنا حاليا على ويندوز 10 وشغال تمام البرنامج معي. حمل النسخة المناسبة لنظامك سواء 64 أو 32 بت. بعد تثبيت البرامج الضرورية نجي للبرنامج الرئيسي لتشغيل اليد، اسمه SCP درايفر. الرابط بالوصف إذا حاب تحمله بنفسك من مدونة المبرمج. آخر نسخة للبرنامج كاملة هي نسخة 160، بالضغط على الرابط ثم الضغط على زر الداونلود، وتحتاج تحمل التحديث 175 وتنسخ ملفاته إلى داخل مجلد 160. أرجو الانتباه لأن المبرمج ضغطها باستخدام 7-Zip، لذلك الأفضل تفك ضغطها باستخدام نفس البرنامج وليس الونرار تفاديا للأخطاء والمشاكل. هذا بالنسبة للبرامج. أما بالنسبة للقطع، البلوتوث يجب أن يكون النسخة 2.1 بالإضافة إلى ميزة الـ EDR، هذه مهمة، 2.1 أو أعلى. في الأسواق الآن منتشر النسخة الرابعة وتحصلها بسهولة من المحلات أو عن طريق سكم أو أمازون، سعرها بين 20 ريال إلى 45 ريال تقريبا. أما بالنسبة ليد البلايستيشن، الأفضل أنها تكون أصلية لأن المقلدة ممكن تشتغل معك وممكن لا. نقطتان مهمة حاب أنبه عليها قبل ما نبدأ باستخدام البرنامج. إذا أردت اللعب باستخدام البلوتوث، فإن البلوتوث سيكون حصري فقط لاستخدامه مع اليد، يعني لن تستطيع استخدامه لأي شيء آخر إلا إذا حذفته من إدارة الأجهزة، تفصله ثم تركبها مرة أخرى. بالإضافة أرجو التأكد من عدم استخدام برامج أخرى لتشغيل اليد حتى لا يصير تعارض أو أخطاء بالتشغيل. في الخطوة الأولى راح أبدأ بتثبيت تعريف خاصة للبلوتوث ويد بلايستيشن 3 ويد بلايستيشن 4، جميعها عن طريق برنامج اسمه زادق موجود ضمن مجلد البرنامج الرئيسي بالدخول إلى مجلد بن. لكن بوصل يد التحكم أولا عشان نتعرف عليها الويندوز. تلاحظ يد فور تولع لمبة برتقالية بشكل بسيط وتطفي. بينما يد ثري راح تبقى تأشر بهذا الشكل. انتظر ثواني بس لين يكمل ويندوز تعريفه وتظهر رسالة انه تم التثبيت وجاهز للاستخدام. الآن ندخل إلى مجلد زادق، الضغط على ملف التشغيل باليمين، التشغيل كمسؤول. راح تفتح نافذة البرنامج. نضغط على Device، Load Preset Device، ثم اختيار تعريف البلوتوث. طبعا البلوتوث لا زال ظاهر عندك تحت مثل ما انت شايف، بيختفي بعد تثبيت التعريف مثل ما ذكرنا، ويكون مخصص فقط لاستخدامه مع يد البلايستيشن. نضغط على Options، List All Device. أحيانا ممكن تضطر تشيل الصحف ترجعه مرة ثانية عشان تظهر الأجهزة.
البلوتوث اللي ابغى استخدمها اسمها CSR850، ممكن تكون مختلفة عندك. اضغط على ري انستول درايفر، انتظر بعدها لين يكتمل التعريف. احيانا ياخذ وقت طويل نوعا ما، لان احيانا نسوي نقطة استعادة للنظام فتاخذ وقت، يمكن يطلب اعادة تشغيل، مو ضروري انك توافق عليها. يمكن يقولك انت بصدد تغيير ملفات النظام موافق عليها، لانه بيغير التعريف الاساسي بالجديد هذا. وبكذا انتهينا من تعريف البلوتوث. الان نعرف يد بلاي ستيشن 3 بنفس الخطوات: device load preset device، نختار تعريف يد بلاي ستيشن 3 options list all devices، مثل ما قلنا ممكن تشيل الصح تحطه مرة ثانية اذا ما ظهرت معك اليد. ندور على يد بلاي ستيشن 3، عندي اسمها PSR، ممكن تكون عندك بمسمى بلاي ستيشن 3 كنترولر. نضغط بعدها على زر بلايس درايفر وننتظر لين ينتهي مثل البلوتوث. اذا طلب تأكيد على تغيير ملفات النظام نوافق. وبنفس الطريقة ليد بلاي ستيشن 4، غالبا يد بلاي ستيشن 4 راح تلقى مسماها وايرلس كنترولر، تختارها ثم ريبليس درايفر، ننتظر لين ينتهي. واثناء تعريفها بتلاحظ الاضاءة البرتقالية تشتغل لفترة بسيطة وتطفي. وبكذا نكون اكملنا الخطوة الاولى بتعريف القطع البلوتوث ويد بلاي ستيشن 3 ويد بلاي ستيشن 4. مهم تكون مشبوكة قبل الخطوة هذه. بالإضافة بتلاحظ اختفاء البلوتوث من قائمة شريط المهام بالأسفل. الآن مع الخطوة الثانية، واللي هي راح تكون الأخيرة بالنسبة للي يبغى يلعب عن طريق الكابل، ما يهمنا يشبك عن طريق البلوتوث. بعد الانتهاء من هذه الخطوة راح يكون اكتمل معه تشغيل البرنامج. من المجلد الرئيسي نروح نختار SCB درايفر، باليمين تشغيل كمسؤول، نشيل علامة الصح من البلوتوث أو نتركها ما راح تأثر. نضغط انستول، ننتظر ثواني لين يكتمل. بتلاحظ ان يد فور صار لونها أزرق، كذا يعني اشتغلت تمام عن طريق الكابل وتقدر تبدأ اللعب. بالنسبة للبلاي ستيشن 3 راح تثبت على رقم معين 2 3 حسب كم يد انت شابك وقته. بالنسبة ليد بلاي ستيشن 3 راح تشتغل معاك مباشرة حتى بالبلوتوث. السلك عندي يبدو انه فيه مشكلة، ما هو ثابت، راح افصله واشبكه من جديد. وراح تلاحظ هنا ان يد بلاي ستيشن 3 اعطت الرقم 3، وهي الان جاهزة للاستخدام سواء عن طريق الكابل او البلوتوث. الخطوة الثالثة الاخيرة اللي هي توصيل يد بلاي ستيشن 4 عن طريق البلوتوث. اولا نفصل الكابل ونجرب نشغلها، اذا صار لونها ازرق يعني اشتغلت تمام، اما اذا صار اللون ابيض او بقي تأشر الى ما تطفي تحتاج لخطوة اضافية بسيطة. اشبك الكابل مرة ثانية بتصير اليد زرقاء. من المجلد الرئيسي نروح على SCB مونيتر، باليمين تشغيل كمسؤول، راح يظهر عندك تحت بجانب اختصارات البرامج باليمين Configuration، نحط علامة صح على DS4 Repair، نضغط OK، نفصل اليد ونشبكها مرة ثانية. ثاني مرة ننزل تحت على المونيتور وباليمين Configuration، نشيل علامة الصح اوكي. بعد كذا نجرب نشغلها بدون كابل، بإذن الله بتشتغل باللمبة الزرقاء. وبكذا انتهينا من توصيلها بالبلوتوث. انتهينا من توصيل اي دي بلاي ستيشن 3 و4 مع بعض على الجهاز. اللي حاب يكمل المقطع راح اشرح تفاصيل ومميزات للبرنامج، اختيار يد التحكم، تغيير اليد الأولى أو الثانية، إضافة يد جديدة أو استبدال اليد الحالية.
أولا خلينا نتأكد من الأجهزة والطابعات أن الأيدي تعمل بالشكل المطلوب. الدخول عليها من الاختصار في شريط المهام أو من لوحة التحكم، راح تلاحظ أن جميع الأيدي معرفة على أنها يد إكس بوكس. باليمين نضغط على إعدادات التحكم بالألعاب، خصائص، راح تظهر معنا النافذة الخاصة بفحص اليد بشكل كامل. نجرب نضغط على جميع الأزرار ونتأكد أنها تعمل بالشكل المطلوب، ما عدا الضغط على لوحة اللمس في يد البلايستيشن 4، وبيتم استبداله بالضغط على زر شير، مثل لما تأخذ علامة الحارس في لعبة فيفا. في البلايستيشن بالضغط على لوحة اللمس، في البي سي بيكون بالضغط على زر شير. وبعد كذا ننتقل لليد الثانية ثم الثالثة، ونتأكد من عملها بشكل مطلوب بالضغط على جميع الأزرار. وبعد كذا خلينا ننتقل الآن لشرح المميزات الإضافية، مثل استبدال اليد أو إضافة يد أخرى جديدة. لكن خليني أبدأ الآن بكيف يتم تغيير يد التحكم. تغيير اليد من 1 إلى 2 أو من 2 إلى 3 وهكذا. بالذهاب إلى مجلد البرنامج الرئيسي، الضغط على SCB Monitor سيظهر تحت بالأسفل. باليسار نضغط عليه مرتين تظهر النافذة الصغيرة هذه. DS3 يعني أنها يد بلايستيشن 3، DS4 يعني أنها يد بلايستيشن 4. تغيير يد التحكم من 1 إلى 2 أو من 2 إلى 3 بالضغط على السهم الصغير الظاهر بجنب رقم اليد. بإمكانك رؤية الكتابة بجانب كل يد. تشارجنج يعني أن اليد ما زالت تشحن. تشارج اليد اكتمل شحنها وبإمكانك فصلها. وإذا شبكت عن طريق البلوتوث راح يظهر مستوى البطارية بجانب اليد، فل أو ميديوم أو لو. البرنامج يسمح لك بحد أقصى 4 أيدي تحكم تشبكها، مثل ما انتم شايفين باد 1 و 2 مشبوكة عن طريق اليو اس بي، باد 3 ريزيرفد هذا يعني انك قد شبكتها قبل لكنها الان طافية، باد 4 ديسكونكتد هذا يعني ان المكان لا زال خالي وبامكانك اضافة يد اخرى. اذا حبيت تستخدم اي يد فيها مرة ثانية على البلاي ستيشن، بس افصلها واشبكها على البلاي ستيشن مباشرة راح تعمل معك على البلاي ستيشن. وإذا حبيت ترجع مرة ثانية تستخدمها على البي سي، اشبكها بس بنفس الطريقة اللي سويتها مع البلاي ستيشن وبتشتغل معك مرة ثانية وبدون إعادة للخطوات السابقة. والآن مع طريقة الاستبدال، إذا أردت استبدال يد خامسة إضافية جديدة مكان واحدة من الأربع المعرفة مسبقا، ذلك باستخدام الـ SCB Driver. باليمين التشغيل كمسؤول، إزالة علامة الصحن البلوتوث، بفتح نافذة المونيتر لملاحظة التغييرات وليس الضرورة. بالضغط على الـ Uninstall راح تلاحظ أن جميع الأيدي تطفي معك، وعلى شاشة المونيتر ستصبح الحالة disconnected لجميع الأيدي بالإضافة إلى البلوتوث. بعد كذا نقوم بتوصيل الأيدي المطلوبة الجديدة. ثم بالضغط على Install وسيتم تعريف الأيدي الموصولة بالأسلاك فقط. أما بالنسبة للأيدي المفصولة فلن يتم تعريفها إلا بعد توصيل الكابل بها وفصله مباشرة بدون الضغط على Install مرة أخرى. بعض الأحيان يحصل خلل للبلوتوث زي ما أنتم شايفين هنا ظاهر Error ما يرجع يشبك مرة ثانية. في هذه الحالة سنحتاج إلى إصلاحها بالطريقة التالية: بوضع علامة صح للبلوتوث Uninstall، الانتظار حتى يكتمل، ثم بالضغط مرة أخرى على Install. طبعا تكون الأيدي موصولة بالأسلاك.
أما إذا استمرت المشكلة فالله يعينك ترجع خطوة للوراء بتعريف البلوتوث عن طريق زادك، ثم بوضع علامة الصح على البلوتوث انستول وإن شاء الله تنحل المشكلة. إذا برضه استمرت فهنا لازم إعادة تشغيل الجهاز. هذه المشكلة غالبا تحدث بعد تحديث ويندوز 10 الأساسي، هذه التحديثات تصير تقريبا كل 6 أشهر في الويندوز، يتم فيها بعض الأحيان إعادة تعريف الأجهزة من جديد فيحدث هذا الخلل. فإذا لاحظت حدوث مشكلة بالتوصيل عن طريق البلوتوث تأكد أن تعيد تعريفها عن طريق زادك مرة أخرى. والآن مع آخر خاصيتين اللي هي التحكم بشدة إضاءة اليد باليمين على الـ SCB Monitor Configuration، ومن الشريط اللي مكتوب تحته DS4 Light Bar Brightness بالسحب إلى أقصى اليسار تضعف الإضاءة أو حتى تطفيها بشكل كامل، وبالسحب إلى أقصى اليمين تزيد شدة الإضاءة. أما بالنسبة للشريط اللي مكتوب تحته Idle Time Out فهذا للتحكم بإطفاء اليد بعد مرور هذا الوقت. وبكذا انتهينا وشكرا للمتابعة.